السلام عليكم. عندنا اليوم لقاء جميل مع شخص عجيب عجيب عجيب. الشخص اللي معانا اليوم شخص للأمانة يعني صعب الحديث فيه في مقابلة، ما يكفي أبدا. على أساس ما أطول عليكم، هو طلع الأول على مستوى المملكة في 97، واليوم عنده دكتوراه من ستانفورد في Decision Analysis. معانا اليوم العزيز الدكتور إبراهيم المعجل، حيو معاي. حياك الله دكتور إبراهيم، منورنا اليوم. أشكرك والله، شكرا على الاستضافة. الله يعافيك، بالعكس إحنا صراحة متشرفين فيك اليوم. أشرف. الله يعافيك. للأمانة دكتور ما أدري من وين نبدأ، لأن في مليون شغلة، لكن خل نبدأ في موضوع دراستك، تعطينا شيء بسيط عنها. أنا درست هندسة كهربائية ورياضيات في فانجربلت في تينيسي، وبعدين ماجستير في هندسة كهربائية وماجستير في مانجمنت ساينس، دكتوراه في ديسيجن أناليسيس. طيب دكتور، وش قصة التغيير من الهندسة إلى ديسيجن أناليسيس؟ قصة قرارات وقصة شكلها انترستنج يعني. التغيير ما كان سهل، ما اكتشفت التخصص اللي في ستانفورد، وان الواحد يغير شيء يشتغل عليه 6 سنوات فجأة كان قرار صعب جدا. اخذت بعض المواد، اعجبت جدا بالبروفيسور اللي يدرس المادة هذه، وحبيت اتعلم منه مو بس على التخصص بس من الاستاذ نفسه، طريقة تفكيره، وهذا من اهم الاشياء. طيب ترى ما ندري وش يطلع الديسيجن اناليسز، فسرها لنا شوية. هي معناها تحليل القرارات وجزء من بحوث العمليات، وهي رياضيات حقت الاحتمالات. طيب من تجربتك الدراسية دكتور، وش اللي تنصح شباب من ناحية المهارات المهمة بالنسبة لهم؟ أنصح بأربع مهارات. الأولى القدرة على التفكير، الثانية تنمية قدرة على البحث، الثالثة على اتخاذ المبادرة، والرابعة على التفكير المنطقي. طيب عطنا مثال. هذه بصير أكثر من سناب. خذ راحتك. في فاندبلت درست النظم الهندسية، وكان من أول الواجبات اللي أخذناها السؤال كان كيف تلون سيارة بدون ما تلمسها. ردة فعل الأولى وين المنهج؟ المادة ما فيها منهج، أبي أدور كتاب. ليه؟ متعودين كل شيء من الكتب، بس الكتب والمعلومات موجودة، المهم كيف تفكر، كيف تبحث، كيف ترتب أفكارك وتحل المشاكل، problem solving, research. طيب تعطينا مثال عن المبادرة. المبادرة عندي خاصة وقت الدراسة هي أنك بدل ما تشتكي تسوي شيء، تعلمناها من طلاب كثار. بعطيك أيام الجامعة صار في هيت كرايم، ناس يكتبون كلام كراهية على الطلاب الثانيين. الطلاب بدل ما يشتكون قالوا بنزيد الوعي في أمريكا كلها، وحرحوا في زيادة الوعي في 200 جامعة. فبالمبادرة حول الكراهية إلى فرصة للوعي. جميل. طيب اللي أعرف إنك كنت ما شاء الله كان عندك نشاطات طلابية كثيرة بالجامعة، عطنا شيء عنها. كنت مع النشاطات اللي مع العرب والمسلمين، نشاطات المبادرة الأعمال. أنا عن شيء اسمه عيادة القرارات. إيش تطلع دي؟ هذا بديناها في ستانفورد، إن أي واحد عنده قرار صعب يجي ونشتغل معه. أوه رهيب. عموما للطلاب اشتراكك في النشاطات يصقل مهاراتك بدرجة ما أنت متخيلها. جميل. طيب ننتقل للعمل، وش الصفات اللي تدورون عليها في الموظف الجديد؟ أنا يهمني الواحد اللي يملك مستقبله ويأخذ مبادرة. اليوم معلومات موجودة، مو صعب إنك تلقاها، بس صعب إنك تلقى شخص مستعد يدور عنها يشتغل فيها ويأخذ زمام مبادرة بيده. عطنا مثال. أنا أفضل اللي يمكن ما يعرف المعلومات نفسها بس مستعد يبحث عنها ويأخذ مبادرة إنه يحل المشكلة، من اللي يعرف بس ينتظرني أعلمه وش يسوي. بس في يقولك مثلا الشباب ممكن إحنا نجرب شيء ولا نحاول نقدم مبادرة ونجيب فيها العيد. طيب وبعدين؟ يعني كيف شلون بعدين؟ بس هذا شيء مهم مرة، إنك ما تخاف من فشل، وإذا فشلت بعدين. جميل. إذا تعودت إنك تفشل وتعيد وتحل المشكلة أحسن من اللي ما يجرب شيء. وغير المبادرة زي ما قلنا، مهم الواحد يكون يعرف يبحث، يعرف يعبر عن أفكاره، ويعرف يحل المشاكل، ويعرف يرتب أفكاره. طيب إن ذكرت إنك تملك مستقبلك، وش قصدك يعني؟ في فرق بين اللي يتكل على غيره يعلمه وش يسوي، من اللي يناظر نفسه إنه هو يملك مستقبله. كونك تملك مستقبلك يعني تملك أفعالك، تملك أفكارك، وتملك قراراتك. يا دكتور ترى ما فهمنا. فهمنا. تملك الشيء يعني أنت اللي تقرر وش تسوي فيه، مو بغيرك يقرر لك. خلنا نشرح لك واحدة واحدة. حلو. عندك أفكارك، يعني جدك أفكار وأحاسيس ما تخليها هي تحكم فيك، تعصب تعصب، أنت تحكم فيها، أنت قرر أنا أفكر كذا وش أسوي على الموضوع الآن.
تملك قراراتك، يعني ما تقدر أحد يقرر عنك ولا يقلل الخيارات اللي عندك، أنت تقرر وتكون مرتاح بنتائج قرارك. تملك أفعالك، يعني تكون مرتاح بأفعالكم. حلوة المرة هذه أفعالك، ما تدور أحد تلومه ولا تحسب على اللي سويته ولا تلوم محيطك، هذه أفعالك. طيب ما تحس أنها مثالية بالزيادة هذه؟ هي مثالية إذا كنت توقع أن قرارتك كلها صح، بس في فرق بين القرار ونتيجة القرار. مرتاح بقرارك، أنت وزميلك سهرانين في الليل تدرسون، جاكم النوم، بس أنت قررت تسوق وزميلك قرر ياخذ كريم أو أوبر. من القرار الصح؟ وقراره هو الصح، ما ساقوا فيه النوم، بس خير صار له حادث وانت ما صار لك شيء، فنتيجتك الزينة، بس قرارك خطأ وقراره الصح. فالقرار لا يساوي النتيجة. فإذا قلت لك املك قراراتك واملك افعالك، معناها تكون مرتاح فيها حتى لو النتيجة طلعت مو زينة، انت سويت القرار الصح والباقي بيد الله. طيب دكتور، ننتقل الآن إلى عقال، وحدثنا شوي عن عقال وريادة الأعمال والشغلات هذه. عقال هي عقول وأموال، جمعية غير ربحية تجمع المستثمرين مع مبادرين الأعمال. فسرها لنا أكثر. هي الهدف أننا نربط المستثمرين برواد الأعمال عشان نساعد رواد الأعمال أن يتوسعون في أعمالهم. طيب إيش تبحثون عنه في المبادر أو رياد الأعمال؟ أنا شخصياً كمستثمر أدور الجدية والحماس. طيب وربحية المشروع؟ صجونا على الربحية والربحية. لازم مشروع يربح، بس أهم من فكرة مشروع نفسها قدرة المبادر. شلون يعني قدرة المبادر؟ الأفكار واجد، بس قدرة على التنفيذ قليلة، قدرة على حل المشاكل قليلة، وهذا اللي يهمنا. حماس يعني؟ حماس، يعني متحمس على الفكرة، معجبتها جدا، أبي واحد إذا نام يهوجس فيها، إذا قام يهوجس فيها، إذا كلا يهوجس فيها، هذا اللي أبي. شو الشباب يجيبون لكم أفكارهم؟ لأن تكون عندك مستثمر يحط فلوسه معك، تقدر تضمن إنه بيفكر، هو بيهوجس بينام ويفكر في المشكلة. طيب بس ممكن تسرقون يا دكتور وتسرقون تأخذون أفكارنا وكذا. بس المستثمر مصلحته إذا كان عندك جدية وحماس إنك تشتغل أنت أحسن من هو يشتغل عليها. بحكم تجربتكم في عقال، وش الأغلاط اللي تشوفونها في المبادرين والريادي الأعمال؟ كثير يفكر بالفكرة بس ما يفكر في البيزنس موديل أو نموذج الأعمال. كم بيكلف؟ يفكر كم بيكلفه وكم بيدخل؟ هل بيدخل فلوس ولا؟ طيب دور التسويق هنا. التسويق مهم جدا، وكثير من المبادرين يجون يفكرون في كيفية الوصول للمستهلك وسعر الوصول له. طيب وش أبرز التحديات اللي تواجه ريادي الأعمال اللي عندنا هنا؟ بالنسبة لي هي عدم وضوح الأنظمة والقوانين، كثرة تغييرها في العمالة وفي التجارة وغيرها. طيب والحل يا دكتور؟ التحديات هذه اللي تعطيك فرصة، إذا قدرت تغلب عليها يصير عندك فرصة تجيب تجارة رابحة جدا. طيب دكتور، ودنا نختم الآن، فإذا عندك بعد أي نصائح أخرى للشباب أعطيك. لا تخاف من الفشل، ركز على الإنجاز وخليك إيجابي. بالنسبة للفشل أنصحك تكتب سيرة الفشل حقك وناظرها، وكل فشل واحد زيادة مو مضر. بالنسبة للإنجاز افصل بين الوقت اللي تفكر فيه أنا قاعد أسوي شيء صح أدرس شيء صح والوقت اللي تنجز فيه. ركز على الإنجاز وقرر هذا الشهر أفكر تجاهه. بالنسبة للإيجابية، مهما جاءت التحديات حاول إنك دائما مبتسم وتركز على الإنجاز واشتغل وربي يحلها. نبتسم مثلك يا دكتور. شيء مهم الرضا كله، يعني طاعة الله ورضا الوالدين، دعوة الوالدين لها تأثير ما قدرنا نوصل. لا تخافوا من الفشل، ركزوا على الإنجاز وابتسموا ومو موفقين.